بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من محاضرات مساق ريادة الأعمال. تحدثنا في اللقاء السابق حول جملة من المواضيع، بدأناها بالحديث عن أنواع الريادة وتصنيفاتها، ثم تحدثنا بنوع من الشرح والتوضيح حول عناصر وخطوات ومراحل العملية الريادية، ثم تحدثنا أيضا عن أسباب أهمية الريادة، وأخيرا تحدثنا بنوع من التوضيح والإسهاب حول أهم الموارد التي يحتاجها الريادي في إنجاح مشروعه الخاص أو مشروعه الريادي. أما في لقاء اليوم فسنحاول بإذن الله أن نتحدث عن جملة وعن مجموعة من المواضيع، نبدأها بموضوع في الحقيقة يعتبر من المواضيع الهامة جدا والحيوية جدا، ليس فقط على صعيد مساق ريادة الأعمال كمساق علمي، بل على صعيد حياتنا كأفراد أو أشخاص أو كمنظمات ومؤسسات. هذا الموضوع بعنوان وضع الأهداف الريادية. وضع الأهداف الريادية، ما الذي سنحاول أن نحققه من خلال دراستنا لهذا الموضوع؟ الهدف الأول، سيكون الطالب بعد دراسة هذا الموضوع ومراجعته لديه القدرة على التعرف وتحديد المواصفات والخصائص التي يجب أن تتوافر في الهدف الذكي أو الهدف الريادي أو الهدف الجيد. ثانيا، بعد أن يتعرف الطالب على هذه الخصائص وهذه الصفات، سيكون لديه القدرة وسيتمكن من كتابة وصياغة أهدافه بطريقة جيدة وبطريقة ذكية. هذا ما سنسعى إلى تحقيقه بإذن الله من خلال هذا الموضوع. نبدأ بالحديث ونمهد لهذا الموضوع. فجميعنا سواء كأفراد أو كجماعات أو كمنظمات، نسعى دائما إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. من هذه الأهداف، ما هو أهداف نسعى إلى تحقيقها في المدى القريب، وهناك أهداف نسعى إلى تحقيقها في المدى البعيد أو المدى بعيد الأجل. لذلك يفترض بنا وينبغي علينا أن كل نشاط، كل عمل، كل سلوك، كل ممارسة نقوم بها يجب أن تساعدنا في الوصول إلى هذه الأهداف. كل عمل نقوم به، كل نشاط نقوم به يجب أن يساعدنا أو أن يساهم مع مجموعة أخرى من النشاطات في الوصول إلى هذا الهدف، في تحقيق هذا الهدف. لذلك أي عمل نقوم به، أي نشاط نقوم به لا يساعدنا ولا يساهم في تحقيق هذه الأهداف، يصبح بكل بساطة عملا عشوائيا، نشاط غير منظم، جهد ضائع بدون أي فائدة. السبب أن هذه الأعمال لم تساعدنا في التقدم خطوة واحدة نحو الهدف، لن تساعدنا في التقدم مرحلة واحدة نحو تحقيق أهدافنا. لذلك هذه الأعمال تصبح مجرد أعمال ليس لها أي فائدة ولا تحقق أي نتيجة. إذن هي جهد ضائع، جهد بدون أي فائدة. وبالتالي كما تعرفون جميعا بأن في عمل المؤسسات وفي عمل المنظمات وفي عمل المشاريع، كل خطوة، كل عمل،
كل نشاط تقوم به المؤسسة تدفع مقابل هذا النشاط أو هذا الإجراء تكاليف، تكاليف أموال، تكاليف مواد خام، تكاليف إجراءات، جهد، وقت، تخطيط، كل هذه الأمور تدفعها المؤسسة مقابل كل خطوة وكل نشاط مهما كان صغيرا تقوم به. لذلك القضية خطيرة جدا، لأن إذا المؤسسة لم تتمكن من الاستفادة من هذا النشاط، من هذا العمل، من هذا الإجراء بشكل مناسب بما يساعدها على تحقيق أهدافها، معنى ذلك أنها دفعت التكاليف السابقة أموال وجهد ووقت بدون أي فائدة، وأصبحت كل هذه الأمور هي عبارة عن مجرد إهدار للموارد المتاحة، والتي غالبا ما تكون موارد نادرة. ما معنى موارد نادرة؟ أي لا يمكن تعويضها، لأن رأس المال محدود، المواد الخام محدودة، وأي إضافات لهذه العناصر ستكون مكلفة بطريقة أكبر. لذلك المؤسسات التي لا تستطيع أن تستفيد من إمكانياتها، من قدراتها بالشكل الصحيح، لا تستطيع أن تستفيد من نشاطاتها بما يحقق لها أهدافها، هي بكل بساطة مؤسسات فاشلة، ولا يمكن لمثل هذه المؤسسات أن تستمر في العمل وأن تتقدم وأن تنمو. إذن السؤال الذي يطرح نفسه الآن بقوة، كما ذكرنا أننا جميعا لدينا أهداف على الصعيد القريب أو على الصعيد البعيد، هل جميع هذه الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها يمكن أن تكون أهدافا جيدة؟ هل جميع هذه الأهداف يمكن أن نطلق عليها أهدافا ذكية؟ لكي نجيب على هذا السؤال ينبغي في البداية أن نتعرف إلى مجموعة من العناصر، مجموعة من الإجراءات، مجموعة من الخطوات التي سنتمكن من خلالها من تحديد ما إذا كانت أهدافنا أهدافا جيدة أم أنها أهداف غير جيدة. لذلك لكي نتمكن من الإجابة على هذا السؤال، أول خطوة يفترض أن نقوم وأن نتعرف على الخصائص والسمات والمعايير التي يجب أن يتصف بها الهدف الجيد. وتعرفنا على هذه الخصائص وهذه السمات يعطينا القدرة على أن نقارن بين أهدافنا وبين هذه المعايير، وبالتالي نعرف بناء على هذه المعايير ما هو مستوى جودة هذه الأهداف. الخطوة الثانية بعد ذلك هي بعد أن نقوم بصياغة الأهداف وكتابتها بطريقة ذكية، تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة التطوير والتحديث لهذه الأهداف. لذلك نبدأ بالخطوة الأولى، وهي خطوة تعتبر العنصر الأساسي أو العنصر الجوهري في هذا الموضوع. ما هي المعايير التي يجب أن تتوافر في الهدف كي نقول عنه أنه هدف جيد؟ هذه المعايير نستطيع أن نلخصها في كلمة واحدة، هي كلمة سمارت، وسمارت معناها الذكي، بمعنى مواصفات الهدف الذكي أو خصائص الهدف الذكي. لذلك معيار سمارت أو مصطلح سمارت هو عبارة عن معيار يضم 5 معايير أساسية، كل معيار يمثل خاصية يجب أن تتوافر في الهدف كي أطلق عليه هدفا ذكيا.
وكلما زادت نسبة هذا المعيار في الهدف كلما زادت جودة الهدف، وكلما قلت نسبة تواجد هذا المعيار أو هذه الخاصية في الهدف معنى ذلك أن الهدف يصبح أقل جودة. إذن المعيار الأساسي هو معيار سمارت. دعونا معا نتعرف وبشكل سريع أولا على ما هي مكونات أو ما هي معنى هذه الحروف الخمسة، ثم سنناقش بعد ذلك هذه المعايير بالتفصيل. كما ذكرنا أن معيار قياس جودة الهدف هو مصطلح سمارت، فالحرف الأول من هذه الكلمة هو حرف الأس، وهو اختصار لأول خاصية أو لأول معيار، وهو معيار specific، أي أن الهدف الجيد يجب أن يكون محددا، يجب أن يكون واضحا. كيف يكون الهدف الجيد محددا وواضحا؟ سنناقش بعد قليل هذه الجزئية. المعيار الثاني نختصره بحرف الأم، وهو بمعنى ميجرابل، أي أن الهدف الجيد يجب أن يكون قابلا للقياس. كيف يكون الهدف الجيد قابل للقياس؟ سنناقش هذه الجزئية أيضا بعد قليل. المعيار الثالث نلخصه بحرف الA بمعنى achievable، أي أن الهدف الجيد يجب أن يكون قابلا للتحقق. كيف يكون قابلا للتحقق؟ أيضا سأتحدث عنه بعد قليل. أما المعيار الرابع فاختصاره حرف الR، وهو بمعنى relevant، أي أن الهدف الجيد يجب أن يكون خاصا ومرتبطا، وأيضا سنتناقش مع هذه الجزئية بعد قليل. أما المعيار الخامس أو الخاصية الخامسة والأخيرة نلخصها بحرف التي، أي بمعنى time bound، أي أن الهدف الجيد يجب أن يكون محددا بزمن. هذه الخطوة الأولى التي من خلالها نستطيع أن نتعرف وأن نحدد ما إذا كانت أهدافنا أهدافا جيدة، أهدافا ذكية، أم أنها غير ذلك، بناء على هذه المعايير الخمسة. الخطوة التالية بعد أن نقوم بصياغة أهدافنا حسب هذه المعايير بما يجعلها أهدافا جيدة ويساعد في أن تكون أهدافا جيدة، تأتي المرحلة الثانية، وهي أنه بين فترة وأخرى يجب أن نقوم بعملية مراجعة لهذه الأهداف، يجب أن نقوم بعملية تحديث لهذه الأهداف. هي أهداف ذكية لا شك، أهداف جيدة، ولكن يفترض بنا كمؤسسات أو كأفراد أن نقوم بين فترة وأخرى بتطوير وتحديث هذه الأهداف. السبب كما تعرفون جميعا أن بيئة العمل أو سوق العمل هو سوق غير ثابت، هي بيئة متغيرة، كل يوم نجد أن هناك في تغيرات تحدث في بيئة عمل المؤسسات أو المشاريع، كل يوم بنشوف هناك تطورات تحدث في بيئة العمل أو بيئة المشاريع، هناك تغيرات قد تكون قانونية، قوانين جديدة، تكنولوجيا جديدة، إجراءات جديدة، طرق وأساليب عمل جديدة. لذلك أنا عندما قمت بصياغة أو بكتابة أو بتحديد أهدافي بطريقة ذكية تم ذلك في وقت معين أو في زمن معين، لذلك بعد مرور فترة ستظهر تغيرات جديدة تجعل من الضرورة جدا ومن الحتم أن أقوم بعملية تطوير وتحديث لهذه الأهداف لكي أتمكن
من مواكبة أو من احتواء هذه التغيرات ضمن أهدافه. كمثال بسيط للتوضيح، طالب يدرس بكالوريوس حاسوب، إذن هو خلال 4 سنوات اللي درس فيهم هذا التخصص أخذ كافة العلوم والمهارات التي توافرت في تلك المدة أو في ذلك الزمن، درس كل المهارات، زودوه في الجامعة بكل المعلومات الخاصة بهذا العلم. بعد أن ينهي دراسته البكالوريوس 4 سنوات، سيظهر أن هناك مهارات جديدة وحاجات جديدة يجب على هذا الطالب أن يتعلمها، أن يكتسبها، حتى يستطيع أن يكون قادرا على المنافسة في سوق العمل. لذلك هو لا يستطيع أن يكتفي بما درسه خلال 4 سنوات السابقة في التخصص، يجب عليه أن يمتلك مهارات جديدة، أن يكتسب قدرات جديدة، أن يسجل في دورات تدريبية جديدة، لأن ظهرت في هذه اللحظة مهارات وأساليب وبرامج جديدة ينبغي عليك طالب لكي يكون قادر على المنافسة أن يتعلمها أو أن يكتسبها. لذلك التحديث ضروري، تطوير الأهداف ضروري، حتى تستطيع هذه الأهداف أن تواكب التطورات الموجودة والحاصلة في سوق العمل. لذلك هاتين الخطوتين من خلالهما نستطيع أن نقول أننا نتمكن أو أننا وضعنا أهدافنا بطريقة ذكية. إذن 5 معايير، كل معيار يمثل خاصية يجب أن تتوافر في الهدف لكي أقول أنه هدفا ذكيا. إذا لم تتوافر معنى ذلك أن هدفك ليس بالجودة المطلوبة وليس بالذكاء المطلوب. نأتي إلى تفاصيل هذه الخصائص أو هذه المعايير. ذكرنا أن المعيار الأول هو ما يسمى بالمعيار أو الخاصية specific، بمعنى أن الهدف الجيد يجب أن يكون محددا، يجب أن يكون واضحا، يجب أن يكون لا غموض فيه، لا لبس فيه، ألا يتم تأويله بأكثر من طريقة واحدة، أن يفهم بطريقة واحدة فقط. كمثال بسيط، طالب أنهى دراسة الثانوية العامة ووضع هدفا أمامه. شو هدفه؟ أن ينهي دراسة شهادة علمية في مجال الحاسوب، هذا هدفه. خلصت ثانوية عامة ووضع هدف أنه يريد الحصول على شهادة علمية في مجال الحاسوب. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل هذا الهدف أو هذه الجملة بهذه الصيغة وبهذه الطريقة يمكن أن نسميها أو نعتبرها هدفا محددا؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن من يستمع إلى هذه الجملة أو إلى هذا الهدف يستطيع أن يؤول أو أن يفسر هذا الهدف بأكثر من طريقة، بمعنى أن هذا هدف غير واضح. لماذا غير واضح؟ نأتي إلى أول جزئية من الهدف، وهو أن الطالب خريج الثانوية العامة يرغب في الحصول على شهادة علمية. المعروف أن الشهادات العلمية بعد الثانوية العامة تبدأ من دبلوم ثم بكالوريوس ثم ماجستير إلى دكتوراه. ربما ماجستير ودكتوراه ربما يكونوا يعني مرحلة ثانية، لكن المرحلة الأولى أمام الطالب إما أن يدرس دبلوم وإما أن يدرس بكالوريوس، لكنه لم يحدد في هدفه ما طبيعة المستوى التعليمي الذي يرغب في دراسته. لذلك أحد الأشخاص عندما يسمع هذا الهدف ربما يفسر أن الشهادة العلمية أو المستوى التعليمي الذي يريد الطالب الحصول عليه هو شهادة الدبلوم، وهذا صحيح.
وعندما يقوم شخص آخر بسماع هذا الهدف قد يظن أن الشهادة العلمية التي يريد الطالب أن يحصل عليها هي شهادة البكالوريوس، لأن الشهادتين يمكن للطالب دراستهم بعد الثانوية العامة. إذن هو لم يحدد طبيعة الشهادة العلمية التي يريد الحصول عليها، إذن هدفه غير واضح غير محدد، لأنه تم تأويله وتفسيره بأكثر من طريقة. إذن يجب أن يقول الطالب في الشق الأول أنه يريد أن يحصل على شهادة علمية بكالوريوس، هنا يصبح الهدف في الشق الأول واضحا. طيب نكمل الجملة. إذن هو يريد الحصول على شهادة البكالوريوس في مجال الحاسوب. الشق الأول كما ذكرنا واضحا، الشق الثاني في مجال الحاسوب. هل هذه الجملة أو هذه الفقرة تعطينا هدفا واضحا؟ الإجابة لا، لأننا جميعا نعرف أن تخصص الحاسوب يتضمن العديد من التخصصات الفرعية. هناك تخصص حاسوب IT، هناك تخصص حاسوب برمجيات، هناك تخصص حاسوب تطوير نظم، هناك تخصص حاسوب شبكات، هناك تخصص حاسوب هاردوير. إذن الطالب لم يحدد ما هو التخصص الدقيق الذي يريد أن ينهي به درجة البكالوريوس، إذن أصبح هدفه غير واضح غير محدد، لأنه تم تفسيره بأكثر من طريقة وفهمه بأكثر من أسلوب. لذلك لكي يكون الهدف واضح يجب أن يقول الطالب أنني أريد أن أنهي شهادة البكالوريوس في تخصص الـIT أو تخصص الشبكات في الحاسوب. هنا يصبح الهدف واضحا ولا يمكن تفسيره بأكثر من طريقة واحدة. لذلك هذا المثال اللي أنا بحب دائما أعطيه للطلبة عشان أقرب الفكرة من أذهانهم. نأتي إلى المثال الموجود معنا في السلايد. الهدف المحدد، مثالنا مؤسسة تهدف إلى تدريب العاملين، هدفها أن تدرب العاملين. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا الهدف بهذه الصيغة بهذه الطريقة يمكن أن يكون هدفا واضحا؟ الإجابة أكيد حتقول أنها لا، الهدف ليس واضحا. لماذا الهدف بهذه الطريقة ليس واضحا، ليس محددا، لا يمتلك صفة الوضوح؟ لأن صياغته لم تحدد طبيعة البرنامج التدريبي الذي تريد المؤسسة أن تدرب العاملين عليه. شو هو البرنامج التدريبي أنا بدرب العاملين عليه؟ مش واضح. هل هو مايكروسوفت؟ هل هو الإكسل؟ هل هو الباوربوينت؟ هل هو برنامج تدريبي عملي؟ غير واضح، غير معرف. لذلك يمكن لأي شخص أن يقرأ هذه الجملة أن يعتقد أن البرنامج التدريبي قد يكون أي برنامج تدريبي، وأن تختلف الرؤى والتفسيرات في هذا المجال. لذلك يفترض لكي يكون هذا الهدف واضحا أن أحدد طبيعة واسم البرنامج الذي أريد أن أدرب العاملين عليه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، استخدام مصطلح العاملين بشكل مجرد أيضا يؤدي إلى عدم وضوح هذا الهدف. لماذا؟ لأن العاملون في المؤسسة هم مختلفون في المهام، مختلفون في التخصصات، مختلفون في الشهادات. لذلك هل تريد المؤسسة أن تدرب كل العاملين، أم تدرب جزء منهم، أم تدرب بعضهم؟ لذلك الهدف بهذه الصيغة لا يعتبر هدفا واضحا، لا يعتبر هدفا محددا. لذلك كيف يمكن أن يكون هذا الهدف محدد أو واضح أو لا جدال فيه؟ أن نقول أن المؤسسة تريد أن تدرب العاملين في مجال السكرتارية على استخدام برنامج الإكسل، تريد أن تدرب العاملين أو المحاسبين
الموجودين لديها على استخدام برنامج الأصيل. إذن أصبح الآن الهدف بهذه الصيغة واضحا محددا، لا يمكن أن يفسر أي شخص إلا بطريقة واحدة. فالعاملين أو العاملون هم فئة محددة، المحاسبين، السكرتاريا، والبرنامج التدريبي هو برنامج الإكسل. إذن أصبح الآن الهدف بهذه الصيغة هدفا واضحا محددا لا غموض فيه. هذا هو المعيار الأول، أن يكون الهدف محددا. المعيار الثاني أن يكون الهدف مجربل أو قابل للقياس. كيف يمكن أن يكون هدفي قابل للقياس؟ كيف يمكن أن أقيس هدفي؟ يمكن أن يتحول الهدف أو يكون الهدف قابل للقياس من خلال إضافة الأرقام إلى هذا الهدف، إضافة الأرقام. لذلك القاعدة الذهبية في علم الإدارة ماذا تقول؟ أي شيء غير قابل للقياس هو غير قابل للإدارة. أي شيء لا يمكن قياسه فهو لا يمكن إدارته، وهذا شيء طبيعي وشيء منطقي، لأنني لا أستطيع بدون وجود معايير قابلة للقياس أن أحدد مدى نجاحي في تحقيق هذه المهمة. بدون وجود معايير قابلة للقياس لا أتمكن أو لا أستطيع أن أحدد مدى النجاح الذي حققته في إنجاز هذه الخطوة. لذلك كلمة قابلة للقياس يجب أن يكون هناك أشياء أو أمور تجعل من الهدف يمكن قياسه أو قابل للقياس، وكما ذكرنا من خلال إضافة الأرقام أو إضافة النسب، ويفضل أن تكون الأرقام لأن النسب أحيانا يكون لها أكثر من تفسير. لذلك لو رجعنا إلى المثال، الطالب أحد الطلبة يقول أنه يريد أن ينهي درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال وبمعدل تراكمي جيد جدا. هل هذا الهدف بهذه الطريقة مكتملا؟ الإجابة لا، ليس مكتملا. لماذا؟ نأتي إلى الشق الأول. الطالب يريد أن ينهي شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال. هذا الجزء من الهدف هو محدد وواضح، أي امتلك صفة الوضوح وامتلك صفة التحديد، لأنه حدد الشهادة العلمية وحدد التخصص الذي يرغب في إنهائه، البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال. لكن وين المشكلة الآن؟ المشكلة في الشق الثاني من الهدف، بمعدل تراكمي جيد جدا. هل استخدام مصطلح جيد جدا يجعل من الهدف قابل للقياس؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنه كما تعرفون كلمة جيد جدا هي عبارة عن مستوى أو معدل يبدأ من 80% وينتهي بتسعة وثمانين وتسعة من عشرة. فأي طالب يحصل على أي علامة أو أي معدل بين 80 وبين 89 وتسعة من عشرة نعطيه معدل جيد جدا. لذلك كلمة جيد جدا لا تعبر بشكل دقيق، ولا يمكن قياس مستوى أداء الطالب عندما نستخدم هذه الجملة، لأنه بكل بساطة الطالب اللي حصل 80% هو جاب جيد جدا، لكن هل الطالب اللي حصل 80% يشبه الطالب اللي حصل 89.9%؟ الإجابة أكيد لا، على الرغم من أنه الاثنين ضمن مسمى أو ضمن شريحة جيد جدا. لذلك اللي خلاني أنا أعرف أو أتوقع وأتأكد من أنه أحد الطلبة أفضل من الثاني
هو أنني وضعت رقم في الهدف، لكن لما أقول جيد جدا لا يمكن أن أعرف مين الطالب الأحسن من الثاني، فأنا فعليا من وجهة نظر حيكون اثنين بنفس المستوى، لأن لما أضع أرقام وأي شخص يقرأ هذه الجملة سيعتقد أن الطالبين هو بنفس المستوى من المهارة والذكاء والدرجات، لكن فعليا لما نحط أرقام هنجد أن هناك اختلاف واضح أو اختلاف جوهري بين الطالبين. السبب أنني وضعت أرقام ضمن الهدف. لذلك نرجع لمثالنا اللي معانا موجود في السلايد. لكي يكون الهدف قابل للقياس، على سبيل المثال تدريب العاملين على استخدام برنامج الإكسل، هذا أتوا ذكرناه في المثال السابق أو المعيار السابق. هذا الهدف بهذه الطريقة هو هدف محدد، هدف واضح، تدريب العاملين على استخدام برنامج الإكسل، لكنه ليس هدفا قابل للقياس. كيف يمكن أن نحول هذا الهدف إلى قابل للقياس، أو أن يكون هذا الهدف يمتلك خاصية القابلية للقياس من خلال إضافة الأرقام؟ فيصبح الهدف تدريب 20 من العاملين في مجال السكرتارية أو من المحاسبين على استخدام برنامج الإكسل خلال 5 لقاءات. إضافة الأرقام إلى الهدف أصبح الهدف يمتلك صفة القابلية للقياس. لذلك نأتي إلى الرقم 20. أنا هدفي أن أدرب 20 موظف من السكرتارية، تمام؟ إذن الهدف الآن أصبح هدف محدد وقابل للقياس. محدد ذكرنا في قبل قليل أنا حددت مين الشريحة اللي حدربهم وما هو طبيعة البرنامج التدريبي اللي أنا حدرب هدول الموظفين عليه. إذن هو هدف محدد قابل للقياس، صحيح، من خلال إضافة الأرقام. لذلك الآن أنا أستطيع من خلال وجود الأرقام أن أقيس نسبة تحقيقي لهذا الهدف، بمعنى أنه أنا لو دربت 20 موظف كلهم هدفي تحقق بنسبة 100%. شو اللي عرفني؟ أن أنا بدي أدرب 20 ودربت 20. طيب لو أنا يا جماعة بدي أدرب 20 ولكن لم أتمكن من تدريب إلا 15 موظف، ما معنى ذلك؟ أنه أصبح الآن عندي إمكانية قياس أنه نسبة تحقيق هدفي فقط 75%. السبب لأنه أنا في عندي في 5 موظفين بدربتهم، مش هذول 5 موظفين يمثلوا ربع العدد الإجمالي للعاملين اللي هدربهم. إذن نسبة تحقيق الهدف 75% فقط. طيب لو أنا دربت 10 موظفين نسبة تحقيق الهدف فقط 50%. إذن شو اللي عرفني الآن إن أنا نسبة تحقيق الهدف 50%، 75%، 100%؟ وجود رقم يمثل عدد الموظفين المراد تدريبهم. هذا الجزء الأول أو الرقم الأول. طيب الرقم الثاني خلال 5 لقاءات. إذن عشان أنا أقول إنه هدفي قابل للقياس ويمكن تحقيقه، لازم أدرب الموظفين 20 هدول على برنامج الإكسل بما لا يزيد عن 5 محاضرات. يعني 5 محاضرات تمام ضمن المنطق وضمن الحد المسموح. لو أنت دربت الموظفين 20 على برنامج الإكسل في 4 محاضرات واستوعبوه كويس، إذن معنى ذلك أنه أنت حققت الهدف بنسبة جيدة جدا، بل ممتازة جدا، لأنه أنت بدل ما تأخذ 5 محاضرات أخذت 4 محاضرات والموظفين فهموا البرنامج بشكل جيد. إذن أنت قلصت وخفضت من وقت التدريب، وهذا يعتبر تخفيض في تكاليف التدريب. لكن في المقابل لو الموظفين ما كانش عندهم اهتمام كبير بالبرنامج وبعضهم ما كانش مستوعب البرنامج بشكل صحيح، إذا أنت مضطر الآن أنك ممكن تزيد المحاضرات عن 5 وبالتالي يصيروا 6 لقاءات أو 7
إذن معنى ذلك أنه هذا يعتبر تحقيق الهدف بطريقة أو بنسبة أقل جودة، لأنه أنت تجاوزت الحد المسموح فيه من المحاضرات أو اللقاءات، وبالتالي كل ما زاد عدد اللقاءات عن الحد المسموح كلما زادت الأعباء وزادت التكاليف، وبالتالي أنت بيصير هدفك الآن تحقق ولكن بزيادة في الأعباء وزيادة في التكاليف. لذلك المعيار الثاني لكي يكون هدفي قابل للقياس يجب أن أضع لهدفي أرقام. مثلا أنا كشركة أو كمؤسسة هدفي إن أبيع خلال السنة القادمة 100 وحدة من المنتج ألف. هنا بيكون هدف قابل للقياس، لأنه إذا أنت ما بعتش 100 وحدة هناك بتصير عندك قدرة على تحديد مدى قدرتك على تحديد هذا الهدف. إيش اللي خلاني أقيس هذه القدرة؟ وجود الرقم. فلو أنت بعت 100 وحدة في السنة التالية بيكون ممتاز، لو بعت أقل من 100 وحدة إذن هدفك تحقق بنسبة أقل، بعت أكثر من 100 وحدة إذن هدفك تحقق بنسبة تجاوزت الحد اللي أنت طمحت له أو الحد المخطط له. لذلك الأرقام توضح الهدف وتجعله قابلا للقياس أو يمتلك خاصية القابلية للقياس. المعيار الثالث من هذه المعايير هو أن يكون الهدف agreed أو achievable، أي أنه قابل للتحقق أو متفق عليه. ما المقصود بقابل للتحقق؟ هنفسر المصطلحين أو المعنيين. قابل للتحقق أن يكون هدفك يمكن تحقيقه ببعض الجهد، بمعنى ألا يكون هدفك خياليا، ألا يكون هدفك غير قابل للتحقيق خلال المرحلة الحالية، ألا يكون هدفك يعني زي ما بيقولوا من الأشياء المعجزة. يجب أن يكون الهدف ضمن حدود إمكانياتك مع بذل بعض الجهد. مثلا كمثال بسيط، طالب معدله العام متوسط معدل أو معدل علاماته 80%، يعني أغلب علاماته بتدور حوالين 80 82 79، إذن هو يدور في علاماته حول الرقم 80. يمكن أن يضع هدف وأن يكون هذا الهدف محدد وقابل للقياس وقابل للتحقق، أن يقول أنني في الفصل القادم سأحقق معدل عام 85%. هذا هدف قابل للتحقق، لأنه هو يمكن لو بذل شوية جهد شوية تعب يرفع معدله من 82 الحالي إلى 85، شيء ممكن لكن يحتاج إلى شوية جهد. لكن من الصعب أن يقول هذا الطالب أنه سيرفع معدله خلال الفصل القادم من 82 إلى 97%، الفرق شاسع جدا. ومهما بذل هذا الطالب من جهد بقدراته بإمكانياته الخاصة من المستحيل أن يحقق 97%، إلا إذا طبعا بده يعني يعتمد على أساليب غير تقليدية وأساليب يعني غير أخلاقية ممكن يجيب علامات عالية، لكن في بقدراته الخاصة بقدراته الحالية هو أقصى ما يمكن تحقيقه يعني 85%. إذن وضعه للرقم 95 أو 97 معناه أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، أنه هدف مستحيل بقدرات الطالب الحالية. لذلك الآن يا جماعة احنا يمكن بنسمع منذ سنوات أن البشر أو العالم يريد أو يرسل مركبات إلى المريخ، مركبات فضائية. الهدف العام أو الهدف الأساسي للعالم الآن أنه يرسل مركبة لجلب معلومات عن هذا الكوكب،
لكنه لا يفكر العالم الآن، لا يفكر أو البشرية لا تفكر الآن حاليا بإرسال إنسان إلى المريخ، لأنه إحنا قدراتنا كبشر لا يمكن لنا أن ترسل أو أن تستطيع أن ترسل إنسان إلى هذا الكوكب. لذلك إمكانياتنا الحالية كل ما توفره لنا تعطينا القدرة على أن نرسل مركبة غير مأهولة لفحص هذا الكوكب، لكن ربما في المستقبل بعد 10 سنوات 20 سنة يظهر هناك تكنولوجيا، تظهر هناك إمكانيات جديدة تساعد البشر في الوصول إلى هذا الكوكب. لكن حاليا هذا شيء بعتبره مستحيل في الظروف الحالية. لذلك يفترض دائما بالهدف أن يكون قابل للتحقق. أنا غالبا بأبيع كمؤسسة 100 وحدة من الصنف ألف، فبدي أحط هدف قابل للتحقيق. ممكن أقول أنا العام القادم سأبيع 110 وحدات، هذا هدف قابل للتحقيق. هو صحيح أنه زاد عن الرقم المعهود أو المعتاد، لكنه يمكن تحقيقه ببعض الجهد وبعض العمل الجيد والعمل والمثابرة. لذلك العنصر الأول أن يكون قابل للتحقيق. التفسير الثاني أن يكون الهدف متفق عليه، أي أن يكون الهدف متوافق عليه بين جميع الأطراف العاملين في المؤسسة أو في المشروع. بتعرفوا جميعا أن أي مشروع يعني في الغالب يتكون من عنصرين أو من مجموعتين، الإدارة أو أصحاب المشروع والعاملين. وفي مجال المشاريع الفردية بيكون يعني صاحب المشروع والموظفين اللي هم بيشتغلوا معه. أي هدف يرغب المشروع في تحقيقه يجب أن يكون بالتوافق، أو يكون هناك نقاط توافق بين جميع الأطراف المعنية على هذا الهدف، حتى كل طرف يبذل الجهد المطلوب منه ويمكن تحقيق الهدف عندئذ بشكل جيد. لكن لو أنا كأحد أطراف المؤسسة كعاملين أو كإدارة وضعنا أهداف ولم يوافق عليها الطرف الآخر أو لم نتفق عليها مع الطرف الآخر، بكل بساطة ممكن الطرف الآخر يهمل في عمله، يقصر في واجباته، وبالتالي لن تتحقق هذه الأهداف لأنه هو بالأساس ما كانش موافق عليها. بمثال بسيط، الإدارة من ضمن أهدافها أن تخفض تكاليف العمل، وأحد الأساليب التي تتبعها الإدارة هو تقليص المكافآت، تقليص العلاوات، هذا هدف للإدارة. في المقابل العاملين من أهدافهم زيادة رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم. إذا لم يتفق الطرفان ويصلوا إلى نقطة التقاء في هذا الموضوع، ربما الإدارة تضع أهداف يكون أو ترغب في تقليص الموازنات، يرفض العاملين هذه الأهداف وبالتالي لن يقوموا بالعمل بالشكل الصحيح، وسيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور وعدم نجاح الإدارة أو المؤسسة في تحقيق أهدافها. لذلك يفترض بالطرفين، لا شك أن كل طرف له أهداف خاصة، لكن يفترض بالطرفين أن يتفاوض وأن يقوم بالتوافق والانسجام حول مجموعة من النقاط، وأن يصلوا فيما بينهم إلى نقطة وسطية ونقطة التقاء حول أهداف كل طرف، وبالتالي يصبح هذا التوافق هو عنصر أساسي ودفع نوعية لنجاح المشروع في تحقيق أهدافه. وبالتالي كلمة agreed أو achievable بمعنى أن يكون الهدف قابل للتحقق أو أن يكون متفق عليه من جميع الأطراف المساهمة في تحقيق هذا الهدف. أما الهدف الرابع من معايير، أو المعيار الرابع من معايير الأهداف الجيدة، وهي ما يسمى بخاصية الريليفانت، أن يكون الهدف مرتبطا أو خاصا، بمعنى أن يكون الهدف مرتبطا بصاحبه، أن يكون الهدف نابعا من داخل أو من ذات الشخص. يعني أنا كلما كانت الأهداف
نابعة من ذاتي، خاصة بي، مرتبطة بذاتي. كلما كنت أكثر حرصا وأكثر بذلا للجهد على تحقيق هذه الأهداف. لكن لو أنا أهداف اللي أمامي أهداف أشخاص آخرين أو مؤسسات أخرى، أنا حبذل الجهد ولكن لن يكون بالمستوى مما لو كانت هذه الأهداف خاصة بي أنا. لذلك دائما الإنسان عندما تكون الأهداف نابعة من ذاته، مرتبطة به شخصيا، مرتبطة بذاته، إلى علاقة به شخصيا، يبذل كل ما يمكن من جهد وتعب في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ولن يواجه أي مشكلة إلا وسيحاول أن يتعامل معها، لأنه يشعر أن هذه الأهداف هي أهدافه الخاصة، وبالتالي تحقيقها يمثل ما يسمى بالمكانة أو تحقيق الذات. وهذا طبعا أنتم درستوه في نظرية، كما ذكرنا، نظرية إبراهام ماسلو. لذلك كلما كانت الأهداف مرتبطة بذات الشخص، مرتبطة بالريادي، كلما كان أكثر بذلا للجهد وأكثر حرصا وأكثر تفانيا في تحقيقها مما لو كانت أهدافا لآخرين أو لجهات أخرى. إذن أن يكون الهدف مرتبطا. أما المعيار الأخير فهو أن يكون الهدف محدد بزمن، time point. نرجع إلى مثال الطالب حتى نوضح الفكرة. نعود إلى مثال الطالب. الطالب كما ذكرنا يريد أن ينهي شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسوب أو في مجال الحاسوب، تخصص تكنولوجيا المعلومات أو تخصص شبكات، بمعدل تراكمي 80%. لحتى الآن الأمور تمام. هذا الهدف بهذه الطريقة هو هدف محدد، لأنه حدد لنا الشهادة العلمية اللي بده إياها والتخصص اللي هو عاوز يخلص منه أو يحصل فيه على الشهادة. هدف قابل للقياس لأنه تضمن أرقام، هيحصل على معدل عام 80%، تمام، ومرتبط بذاته لأنه هو اللي هيحصل، هو اللي هيدرس على علم وحصل على الشهادة، تمام، قابل للتحقق لأنه هو لما حدد المعدل حدد معدل ضمن إمكانياته وقدراته. لكن السؤال، هل هذا الهدف مكتملا؟ هل يتضمن المعايير والخصائص الخمسة كلهم؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنه لم يحدد الفترة الزمنية التي سينهي بها دراسة هذا التخصص وحصول على المعدل الذي يرغب فيه. لذلك أحد الطلبة أنهى التخصص وحصل على المعدل المطلوب في 4 سنوات، وهو المدة الزمنية الطبيعية لدراسة البكالوريوس. هل هذا الشخص جودة إنجازه لهدفه أو مستوى تحقيقه لهدفه يشبه أو يساوي شخص آخر حصل على البكالوريوس في تخصص الشبكات وبمعدل 80 ولكن أنهى دراسته في 7 سنوات؟ أكيد الإجابة لا. نفس التخصص، نفس الشهادة، نفس المعدل، لكن الطالب الأول أنهى دراسته في 4 سنوات أو 3.5 سنوات، تمام، والطالب الثاني أنهى دراسته في 6، 7، أو 5، أو 7 سنوات. هل جودة إنجاز الطرفين لأهدافهم بتكون متساوية؟ أكيد الإجابة لا. لماذا؟ لأنه الطالب الأول أنهى التخصص وحصل على الشهادة وعلى المعدل اللي هو بده إياه في مدة 4 سنوات، بينما الطرف الآخر أو الطالب الآخر حصل في 7 سنوات. لذلك أي هدف يفترض أن يكون جيدا يجب أن نضع له جدولا زمنيا. كلمة سوف أنهي، سوف أنجز، سوف أقوم بأداء، كلمة سوف يا جماعة لا تعطينا معيار واضح،
ماشي أنت سوف تنهي دراستك، لكن بدأ بعد كم سنة؟ بعد سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، أنت في الآخر حتخلص وحتنهي الدراسة. لكن الطالب الذي ينهي دراسته في مدة زمنية طبيعية أكيد لا يمكن مقارنته بجودته في طالب أنهى دراسته في سبع سنوات أو ثمان سنوات. لذلك دائما الأهداف لكي تكون أهدافا جيدة لابد أن يتم وضع جدول زمني لها، أن يتم تحديد مدة زمنية لإنجاز هذه الأهداف، وبالتالي وجود جدول زمني، وجود تاريخ، بيعطيني قدرة على أن أحدد مدى جودة إنجازي لهذا الهدف. أنا بدي أخلص البكالوريوس في أربع سنوات، فلو أنت خلصت البكالوريوس في أقل من أربع سنوات إذن أنت حققت هدفك بنسبة يعني ممتازة جدا جدا. حققت أو أنجزت البكالوريوس في أربع سنوات إذن أنت حققت هدفك بنسبة 100%. طيب لو أنت حققت أو أنجزت البكالوريوس في سبع سنين أو ست سنين، كل ما زادت المدة كل ما كانت جودة إنجاز الهدف أقل، لأنه أنت تجاوزت المدة المحددة التي وضعتها ضمن هذا الهدف. لذلك نرجع لمثالنا اللي في السلايد. أحد الأشخاص وضع هدفا أنه سوف يقرأ خمس كتب، سيقرأ خمس كتب. هل هذا الهدف بهذه الصيغة محدد بزمن؟ هو قابل للقياس، صحيح، لأنه وضع أرقام، هو بده يدرس خمس كتب أو يقرأ خمس كتب، إذن هو قابل للقياس. هل هو مرتبط؟ صحيح، لأنه الشخص هو اللي حيقرأ، يعني مش حيقرأ لحد تاني أو حدا تاني حيقرأ، لا هو حيقرأ وهو حيستفيد المعلومات اللي في الكتب الخمسة. هل هو قابل للتحقق؟ قابل للتحقق، يعني خمس كتب درستهم مش يعني مش مشكلة كبيرة أو صعوبة كبيرة. هل هو محدد؟ محدد أنه حيقرأ خمس كتب، لكن الآن هناك في مشكلتين، أنه لم يحدد ما هي نوعية الكتب اللي حيقرأها، وهذا أول خلل في هذا الهدف، ولم يحدد المدة الزمنية التي سيقرأ بها هذه الكتب الخمسة. إذن هو يمكن أن يقرأ خمس كتب في شهر، ممكن يقرأهم في شهرين، في ثلاثة، في سنة. لذلك عدم وجود جدول زمني أو توقيت لقراءة الخمس كتب هذول معناه أن الهدف غير محدد بزمن، والأهداف غير المحددة بزمن تكون أحيانا أو غالبا أهدافا غير جيدة، لأنه أنت بتسوف، بتضيع وقت، أنت في الآخر حتحقق الهدف لكن مع إضاعة الكثير من الوقت والجهد. لذلك هذه الأهداف الخمسة، إذن إيش إحنا لازم نقول يا جماعة في مثل هذا الموضوع؟ أن الشخص سيقرأ خمس كتب خلال شهرين. إذن هو الآن أصبح أمامه جدول زمني أنه قبل نهاية الشهرين من تاريخ اليوم يفترض أنه يكون أنهى الخمس كتب كاملة. إذن هو الآن وضع أمامه جدول زمني. إذن بهذه الطريقة يا جماعة نكون قد وضحنا العنصر الأساسي وهو الخصائص والمواصفات أو المعايير التي يجب أن تتوافر في الهدف لكي أقول أنه هدفا جيدا، وأي خلل أو أي نقص في أي معيار معنى ذلك أن هدفي يحتاج إلى تطوير أو لا يمتلك صفة الذكاء أو صفة الجودة الكاملة. لذلك خمس معايير مهمة جدا، خمس خصائص حيوية جدا يجب على كل شخص فينا أن يأخذها بعين الاعتبار عندما يقوم بصياغة أهدافه الخاصة أو على الصعيد الشخصي أو على صعيد العمل وصعيد بيئة العمل. الخطوة الثانية كما ذكرنا قبل قليل أنه بعد أن يتم صياغة الأهداف حسب المواصفات والمعايير المحددة يفترض أن نقوم بين كل فترة وأخرى بعملية تحديث وتطوير لهذه الأهداف، بعملية تغذية عكسية. ماذا حققنا من هذه الأهداف؟ ما نسبة التحقيق؟ ما هي أسباب التأخر إذا كان في تأخر؟ إيش اللي هو العوامل اللي أدت إلى عدم إنجازنا الأهداف بنسبة 100%؟ لكي أقوم بعملية تغذية عكسية ومراجعة
ووضع خطط جديدة من أجل مواجهة أي تغيرات حدثت خلال المرحلة السابقة، وبالتالي يصبح هدفي قابلا للاستمرار وقابلا لمواجهة التحديات أو لاستيعاب التغيرات التي حدثت في البيئة المحيطة. هذه هي الخطوتان الأساسيتان اللتان يجب على الطالب أن يراعيها عندما يقوم بصياغة الأهداف الريادية أو الأهداف الذكية. بهذه الجزئية نكون قد انتهينا من الموضوع الأول. يستطيع الطالب أن يستزيد من المعلومات حول هذا الموضوع من خلال أن يقرأ بيان المعلومات رقم 1 الموجود في صفحة 18 وصفحة 19. أيضا أمامنا أو في هذا الموضوع هناك ورقة عمل مهمة جدا يجب على الطالب إنجازها. ورقة العمل هذه موجودة في صفحة 20. تقول ورقة العمل: اكتب لائحة تتضمن 3 أهداف ترغب بتحقيقها في حياتك الشخصية مع ترتيبها حسب الأولوية. فتكتب الآن أمامك جدول، هذا الجدول يتضمن 3 أنواع أو 3 مستويات من الأهداف: أهداف على المدى القصير، أهداف على المدى المتوسط، وأهداف على المدى البعيد. مطلوب من كل طالب أن يكتب في كل نوع من هذه الأنواع 3 أهداف، وأن يرتب هذه الأهداف في كل نوع حسب الأهمية أو حسب الأولوية. يعني مثلا الأهداف على المستوى القصير يفترض بالطالب أن يكتب 3 أهداف يرغب بتحقيقها على المستوى القصير، يعني خلال سنة، مدة لا تزيد عن سنة، وأن يرتب هذه الأهداف حسب أهميتها بالنسبة له. نفس الشيء بالنسبة لمين؟ للأهداف على المدى المتوسط والأهداف على المدى البعيد. إذن يكتب في كل نوع 3 أهداف، وأن يرتب كل نوع من هذه الأنواع أهدافه حسب الأولوية وحسب الأهمية. طبعا الخانة الثالثة مش مطلوبة منكم، تمام، لأنها يعني تحتاج إلى تفصيل كثير، فنكتفي فقط بكتابة الأهداف وترتيبها دون الدخول في خطوات تحقيق، لأن الدخول في خطوات إنجازها وتحقيقها يحتاج إلى عمل كثير وتفصيلات كثيرة وجهد كبير، وبالتالي إحنا حقيقة يعني ليس لدينا متسع من الوقت لإنجاز هذه الأمور. لذلك نكتفي فقط بكتابة وبصياغة الأهداف على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. لكن هنا ملاحظة مهمة جدا، أن الطالب عندما يكتب أو يصيغ هذه الأهداف يجب على أهدافه أن يتوافر بها الخصائص الخمسة السابقة، أن يصيغ ويكتب أهدافه بما يتلائم مع المعايير الخمسة التي قبل قليل شرحناها، بمعنى أن كل هدف سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد يجب أن يتوافر فيه الخصائص والمواصفات الخمسة التي ذكرناها قبل قليل. هذه ورقة العمل رقم 1، وحنحدد الموعد لتسليمها على المدل حسب النظام. نأتي إلى الموضوع الثاني، هو موضوع بسيط يعني حنحاول أنه نمر عليه مرور سريع، ولكن مرور لا يؤدي إلى وجود غموض أو لبس في هذا الموضوع. موضوعنا الثاني هو مهارات إدارة الذات والوقت. والحقيقة أن قضية إدارة الذات والوقت تعتبر من القضايا التي ذكرناها كمورد أساسي من الموارد التي يجب أن تتوافر لدى الشخص الريادي. عندما تحدثنا في الموارد التي يحتاجها الريادي ذكرنا أن من ضمن الموارد امتلاكه لمهارات، مهارات كالتخطيط، التواصل، القدرة على التشبيك مع الأطراف المختلفة، إدارة الوقت، إدارة الذات. هذه كلها مهارات لابد أن تتوافر في الشخص الريادي، وكلما زادت
نسبة توافرها كلما زادت قدرة الريادي على إنجاح مشروعه. لذلك أحد المهارات المطلوبة في هذا المضمار هي ما يسمى بمهارة إدارة الذات وإدارة الوقت. ما هي الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال دراستنا لهذا الموضوع؟ أولا سنحاول من خلال هذا الموضوع، وبعد أن يقوم الطالب بدراسة هذا الموضوع ومراجعته، سيتمكن من فهم وتحديد أهمية الوقت، باعتبار أن الوقت مورد نادر جدا ولا يمكن تعويضه بأي حال من الأحوال، وبالتالي خسارته حقيقة تمثل مشكلة أمام الريادي أو أمام الشخص الريادي. ثانيا سيتمكن الطالب من التعرف على تقنيات إدارة الذات والوقت، كيف التقنيات اللي يدير بها وقته وذاته، وسنتحدث عن هذه الأمور يعني بنوع من الاختصار أو الشرح المبسط. وأخيرا بعد أن يتمكن أو بعد أن يتعرف على أهمية الوقت ويتعرف على التقنيات، سيكون لديه القدرة على استخدام الوقت والعمل على وضع جدول زمني لكي يستفيد من كل دقيقة من وقته، وبالتالي لا يضيع الوقت بشكل غير مستفاد منه. هذه هي الأهداف الثلاثة التي نسعى إلى تحقيقها. نبدأ بأولا بطرق تحسين مهارات الذات والوقت، وهذه عبارة عن مجموعة نصائح أو إرشادات حمر عليها مع شرح مبسط لكل أو لبعض هذه النصائح والإرشادات. هناك مجموعة من النصائح التي لو اتبعها الشخص تزيد من قدرته أو من مهارته في إدارة الذات والوقت. أولا التخطيط الفعال. يفترض بالشخص الريادي لكي يقوم بإدارة وقته ويقوم بإدارة ذاته وقدراته بشكل جيد أن يخطط بشكل فعال لكل عمل، أن يضع ويقوم بعملية التخطيط لكل نشاط، أي أن يقوم بعمل الخطوات الضرورية، أن يقوم بجمع البيانات الضرورية، أن يقوم بتحديد ما هي الخطوات التي سيقوم بها بشكل واضح، وأن يحدد الموارد والإمكانيات التي سيحتاجها لإنجاز كل مرحلة من مراحل مشروعه. إذن التخطيط الفعال يضمن للشخص الريادي أن يتمكن من إدارة الوقت وإدارة الذات بشكل جيد، لأنه عندما تكون أنت مخططا جيدا أو تخطط بطريقة فعالة يصبح كل وقتك مستفاد منه، لا تقوم بأعمال أو أنشطة تؤدي إلى إضاعة الوقت أو تكون عشوائية، لأنه أنت مخطط لهذا النشاط، مخطط لهذا العمل بشكل جيد وبشكل مدروس وبشكل مسبق، وبالتالي تستطيع أن تنجز هذا العمل بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة إذا أنت استفدت من قدراتك كحد أدنى واستفدت من وقتك ولم تضيع وقت في أعمال وأنشطة غير مدروسة وغير مخططة. هذا رقم واحد. رقم اثنين تحديد مواعيد للإنجاز. كما ذكرنا قبل قليل أن كل نشاط يجب أن يوضع له جدولا زمنيا، أن يحدد انتهاؤه وبدايته بأوقات معينة، بأوقات محددة، متى حبدأ النشاط ومتى حأنتهي منه. وبالتالي كلما كان الشخص قادرا على الالتزام بهذه الجداول الزمنية كلما كان أكثر قدرة على الاستفادة من وقته وتقليل الجهد الذي يمكن أن يبذله في إنجاز أو في القيام بهذه الأعمال. إذن تحديد موعد لإنجاز كل نشاط، متى أحبد النشاط ومتى حنتهي منه، وطبيعة الأشياء اللازمة لإنجاز هذا النشاط، الموارد اللازمة لإنجاز هذا النشاط، وأن تقوم بتجهيز هذه الموارد قبل أن تقوم بأداء النشاط عشان وإنت بتشتغل تكون كل شيء متوافر تحت إيدك، وأنت تعمل تكون جميع الموارد اللازمة موجودة تحت الطلب، وبالتالي ما بتضيع وقت وتستثمر جهدك ووقتك بشكل جيد. ثالثا تحديد المهام اليومية ووضع الأولويات.
كما ذكرنا قبل قليل أنه أنت لازم تحدد طبيعة المهام اللي حتقوم بها كل يوم، تضع جدولا أسبوعيا كل يوم ما الأعمال أو المهام أو النشاطات التي سنقوم بها يوميا وضمن جداول زمنية، وأن تضع أو ترتب هذه الأنشطة ضمن أولويات، يعني مين النشاط المهم جدا تضع له أولوية خاصة وتبدأ به، لأن النشاط اللي مهم يكون دائما مرتبط به نشاطات أخرى، وبالتالي من الأهمية أن تقوم بإنجاز النشاطات ذات الأولوية القصوى أو التي تحتاج إلى اهتمام أكبر، وأن تؤجل بعض المهام الثانوية التي يمكن أن تؤجلها.